نقدر ربنا خلقنا لغاية لازم نوصل للنهاية ونرفع بإيدنا الراية راية الدين الأغر ربنا خلقنا لغاية لازم نوصل للنهاية ونرفع بإيدنا الراية الدين الأغر. بسم الله الرحمن الرحيم. مع الدرس 12 من دروس التحصيلي الجزء الخاص بالرياضيات بنتناول اليوم موضوع مهم هو موضوع اللوغاريتمات. ننتقل مباشرة إلى السؤال الأول. بيقول ما قيمة x في المعادلة؟ مدين هنا log 16 الأساس 8 بيساوي x. طالب مني قيمة x في هذه المعادلة. طبعا هنا للشكل اللوغاريتمي أو الصورة اللوغاريتمية أحولها إلى الصورة الأسية. بمعنى لو أنا قلت الآن إن log 16 الأساس 8 بيساوي x دي الصورة اللوغاريتمية أحولها إلى الصورة الأسية يعني إن أنا هقول 8 أس x بيساوي 16. في حالة حاجة هنا مهمة إن أنا أساوي الأساس بالأساس عشان إذا كان الأساس يساوي الأساس فإن الأس يساوي الأس وأجيب من هنا قيمة إيه؟ أجيب من هنا قيمة ال x. ممكن أخلي الآن 8 أخليها 2 أس إيه؟ أس 3 يبقى 2 أس 3 مضروبة في x يساوي 16 هي 2 أس 4. طبعا زي ما احنا عارفين إذا كان الأساس يساوي الأساس خلاص فإن الأس يساوي الأس يعني 3 x يساوي 4. أقسم على 3 في الطرفين خلاص واضح الحل. أحدث 3 مع 3 يبقى x يساوي 4 على 3 وأختار إيه؟ وأختار c. ننتقل للسؤال الثاني. ما قيمة لوغاريتم 1 على 32 للأساس 2؟ أكتبها هنا عندي هنا وهقول لوغاريتم 1 على 32 للأساس 2. إيه رأيكم إن أنا أقول هنا هذا المقدار بيساوي x؟ وزي ما عملنا في المثال السابق إن أنا أحولها من الصورة اللوغاريتمية للصورة الأسية يعني هقول 2 أس x بيساوي 1 على 32. طبعا معروف ان 32 زي ما خدنا قبل كده في القدرات ان 32 هي عبارة عن 2 أس كام؟ أس 5. احسنتم. يبقى انا احولها كده بهذا الشكل يبقى هقول 2 أس x هيساوي 1 على 2 أس 5. نلاحظ ان 2 أس 5 تحت ممكن ارقيها فوق تطلع بإشارة مخالفة يعني 2 أس x هيساوي 2 أس سالب 5. عندنا زي ما اتفقنا إذا كان الأساس يساوي الأساس فإن الأس يساوي الأس يعني الـ x هيساوي سالب 5 ويكون الجواب هو دي. السؤال الثالث بيقول لي حل المعادلة. مديني هنا لوغاريتم x تربيع ناقص 15 الأساس 3 يساوي لوغاريتم 2x الأساس 3. ممكن أحذف اللوغاريتم اللي هنا مع اللوغاريتم هنا وأساوي المقدارين ببعض يعني هقول إن الـ x تربيع ناقص 15 يساوي 2x. أحولها إلى معادلة صفرية x تربيع ناقص 2x ناقص 15 يساوي 0. أنا نقلت طبعا الـ 2x هنا جوه ورتبت بالمرة عشان تبقى المسألة جاهزة. طبعا ده مقدار ثلاثي أعمله عملية تحليل يساوي 0. معروف التحليل كده بسرعة إن الـ x تربيع حللها x في x وهنا أبحث عن عددين حاصل ضربهم سالب 15 ويكون الطرح لأن هنا ناقص يكون الطرح كام؟ سالب 2. إيه العددين اللي حاصل ضربهم يساوي 15 اللي هي أكيد 3 في 5 فعلا 3 في 5 في 15. أنا عايز هنا يكون طرحهم سالب 2 يبقى أكيد دي سالب 5 ودي موجب 3 يبقى أكتب هنا x ناقص 5 وهنا x زائد 3 كل ده يساوي 0. يبقى أنا عندي الآن حلين إما إن الـ x ناقص 5 يساوي 0 أو إن الـ x زائد 3 يساوي 0. الحل الأولاني هنا إن الـ x هيكون بتساوي 5 وهنا الـ x هتساوي سالب 3. طب أنا عندي حلين هل أعمل تشيك كده أعمل اختبار المسألة؟ طبعا ممنوع ان يكون هنا اللوغاريتم هنا طبعا لو عوضت بسالب 3 هيبقى طبعا الجواب خطا ففعلا هتكون هي الاجابه الصحيحه ان الاكس هتساوي 5
يبقى اكس تساوي 5 هي الإجابة الصحيحة، لأن لو عوضت عن اكس بسالب 3 في المسألة هيبقى لوغاريتم الاتنين في سالب 3 سالب 6، طبعا الإجابة غير صحيحة، يبقى ده حل مرفوض، لكن الحل ده هو الحل المقبول. ننتقل للسؤال الثاني، حل المعادلة بنفس الطريقة، أسيبكم كده تفكروا، وقف الفيديو شوية. ناخد الحلول، أيوة فعلا، يبقى أنا أحذف هنا اللوغاريتم هنا مع اللوغاريتم هنا، وأبدأ إن أنا أكتب مسألتي، إكس تربيع ناقص 4 يساوي 3 إكس. نفس الطريقة اللي إحنا حلينا بيها السؤال السابق، أدخل الأربعة التلاتة إكس جوه هنا وأحولها معادلة صفرية، يبقى إكس تربيع ناقص 3 إكس ناقص 4 يساوي 0. أحلل المقدار الثلاثي يساوي صفر، الإكس تربيع زي ما إحنا عارفين إكس في إكس، تمام. أبحث عن عددين حاصل ضربهم سالب 4 ويكون طرحهم كام؟ 3. طبعا مش هينفع طبعا 2 في 2، لكن لو قلنا هنا 4 في 1 صح، 4 في 1 حاصل ضربهم 4، ولو خلينا ديت سالب 4 ودي موجب 1 هيدينا كده حاصل ضرب سالب 4 والطرح هيدينا سالب 3، كده إجابة صحيحة. يبقى هنا إكس سالب 4 وإكس موجب 1 يساوي 0. عندي كام حل؟ عندي حلين، إما إن الإكس ناقص 4 يساوي 0 ومنها الإكس تساوي موجب 4، أو الإكس زائد 1 يساوي 0 ومنها الإكس يساوي سالب 1. من المقبول ومن المرفوض؟ كما ذكرنا سابقا إن طبعا إكس هتساوي 4 هي الحل الإيه؟ هتكون هي الحل الصحيح. لو أنا عوضت عن إكس بسالب 1 هيدينا مثلا زي هنا في المقدار الأيمن 3 في سالب 1 بسالب 3 طبعا غير صحيحة، لأن لازم اللوج ليكون هذا العدد عدد إيه؟ عدد موجب، فدي مرفوضة ودي مقبولة، يبقى جوابي هيكون 4. ننتقل إلى السؤال التالي، يقول أي مما يأتي يمثل حلا للمعادلة، ومديني هذه الإيه؟ المعادلة، وطالب مني الحل. طبعا نلاحظ هنا إن في هنا إيه؟ في هنا طرح. تقول إيه؟ لو أنا عندي لوغاريتم، الصورة المختصرة، لو أنا عندي لوغاريتم ناقص لوغاريتم أحولهم إلى لوغاريتم واحد عن طريق القسمة، يبقى لوغاريتم فوق x وتحت x ناقص 1، كل ده الأساس إيه؟ 4، هيساوي 1 على 2. أحولها من الصورة اللوغاريتمية للصورة الأسية، طبعًا الصورة الأسية بتقول إن هيكون عندي هنا هذا المقدار اللي هو 4 وأس نص هيساوي x على x ناقص 1. 4 أس نص طبعا احنا اتفقنا قبل كده في كمان في القدرات اللي هو إذا كان العدد مرفوع لأس نص فممكن إننا أسويه بجذر تربيع، كأن هذا المقدار هو الجذر التربيعي لأربعة، والجذر التربيعي لأربعة كما هو معروف بكام؟ باثنين. يبقى المقدار في الصورة المبسطة ممكن أبسطها أكثر وأكتب كده إن الـ x على x ناقص 1 يساوي 2 على 1. أعمل هنا حاصل ضرب الطرفين والوسطين، أضرب الطرفين والوسطين، يبقى 2x ناقص 2 يساوي، أضرب الـ x في 1 يدينا كام؟ يدينا x. أن الـ x هنا الطرف الثاني بإشارة مخالفة، يبقى هنا x، لما أطرح 2x من سالب x يدينا 1x، وأدي الاثنين الجهة الثانية x هتساوي كام؟ x هتساوي 2. دي هي الإجابة الصحيحة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.